تحيات سيراميكا رماس، وماذا نتوقع لهذا السيرم؟ سيرم بمنتهى البساطة عمل لي أول موجة سعرية اللي هي الموجة الأولى، ونزل صحح تقريبا لحد مستويات 78 فيبو، وعمل لي أول موجة اتنين، حاليا بنتوقع الصعود. ولكن خلينا نروح نشوف بقى احنا فين في الموجة دي بمنتهى البساطة. يعني احنا ما زلنا نتداول داخل قناة سعرية صاعدة. هنروح بس نجيب فريم ساعة، خلينا في فريم صغير. وبمنتهى البساطة هناخد مع بعض، احنا حققنا بيج وان بالنسبة لنا، ده كله كان واحد، ده كله كان واحد، حاليا احنا في اتنين خلصناها، حاليا هنتوقع الصعود لعمل الموجة التالتة والرابعة والخامسة. طيب بداية الموجة التالتة بتاعتي صعدت منين؟ صعدت من المستويات دي إلى أن يثبت العكس. طيب تفشل نظرتنا إمتى؟ لو الموجة دي اتكسرت، يعني لو الموجة دي انكسرت ونزلنا كسرنا اخر قاع تشكل، يبقى اللي حصل ده كله تصحيح اي بي سي تكمله الاتجاه الهابط. اقول السهم ده صعد امتى؟ لو كسر لي القمه دي يبقى انا اتحولت على ترند صاعد، وابحث عن مزيد من الاهداف. طيب انا كمان بالنسبه لي انا شايف ان الموجه دي انا عايز اصحح لحد مستويات ال 78 فيبو، عشان دي موجه اولى ممكن اكتفي ب 61 فيبو. فانا فين؟ انا عندي مستويات ال 61 فيبو اعتقد هتكسر، وهنروح على مستويات ال 78 فيبو. طيب الواضح كمان عندي لو احنا رحنا على فريم الساعة زي ما احنا مع بعض، الوضع عندي ان انا خدت التصحيح على شكل A وعملت B، وحاليا انا في الموجة C. طيب ممكن اعمل ايه؟ هرسم بمنتهى البساطة قناة سعرية على التصحيح ده، واستهدف اي ردة فعل ايجابية، هستنى عد اختبار وهبتدي اخش. ادي القناة السعرية، وادي الخط الاوسط للقناة هنا، وما زلنا نتداول في القناة السعرية الهابط. خلينا نخلي الخط الاوسط هنا بحيث ان احنا ندي مساحة، ولا لا خلينا نقفل احسن. تمام انا مستني. طيب مستويات ال 78 بتاعتي ال 61 في كل ده، مستويات ال 61 ل 78 فيه، انا مستني ردة فعل من المستويات دي اللي هي ما بين كام؟ ما بين 67 قرش لحد مستويات ال 71 قرش. عايز ردة فعل قوية، وبعد كده بمنتهى البساطة يكون مستهدفاتي ان انا هاخد 61 فيبو من كل هذا الصعود لو انا استقريت عند اي مستوى من هنا، ونفرض ان احنا استوينا عند مستوى 78 فيبو، فيكون هدفنا على الاقل الجنيه وكسور. يعني ايه؟ يعني انا ما زلت انتظر ردة فعل ايجابية. كمان ممكن اخد مستهدفاتي من الموجة الاولى اللي انا هاخد قمة وقاع لو انا تحولت على ترند صاعد وما كسرتش المستوى اللي احنا قلنا عليه، لو مستوى ال 61 قرش فهكون برضو بستهدف 61 فيبو عندي اللي هو جنيه و 13 قرش. يعني بمنتهى البساطة انا المحك عندي عشان اقول انا رحت على ترند صاعد ان انا يحصل عندي ردة فعل عنيفة من المستويات دي، واتحول على ترند صاعد واكسر الحد العلوي للقناة اللي هو الترند الهابط، وبعد كده اقول ان انا اتحولت على ترند صاعد. وبالتوفيق.